السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يمكن غتسمعوا هنا يمكن شي صداع. الجو زوين، قلت نخرج ندير معكم على برا فيديو واخا شحال هادي. المهم اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم يوميات بدون جلوتين سونغليتا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واحد النقطة شحال هادي وانا نتكلموا عليها، كنت انا جبتها لكم في واحد، ذكرتها في واحد الفيديو. ومهم صافي، ما كيما ذكرت لكم حتى في الواتساب، وهذا في المجموعة تاع الواتساب قلت لكم ما عرفتش كيفاش نقولها لكم كيفاش نبدا. ورجعت الفيديو كان معقلش عليه، يمكن ملي كنت كنجمع في حقيبة سيليا كيفاش كنت مسافرة. المهم ما لقيتش شنو النقط اللي قلت لكم ولا كيفاش جبتها. المهم غادي نبدا على بركة الله. حتى جاني ثاني هاد السيمانة هاد السؤال، قالت لي اختي ما تذكرتيش لينا، ما بقيتش قلت لينا اشنو قال لك الطبيب. الموضوع هو فاش مشيت كنت قيدت واحد الاسئله كتسولوني عليها بزاف، علاش هنايا، علاش في المغرب كنديروا بس كيديروا تحاليل هنا ما كنديروهمش، هذه هذه جمعت كل الاسئله قيدتهم. مشيت عند المتخصص، المهم هو اختصاصي هو اللي دار لي الفيبرو اخر مره. هذيك حتى هي قصه واحده اخرى نعاودها لكم ان شاء الله المره الجايه. المهم دار لي الفيبرو، الفيبروسكوبي من دار كتحرقني هادي، ما تبدفري مسيتها كتحرقني شي دفر ماشي وداك. المهم مشيت درت معاه مواعيد، قلت ليه واش نسولك غير بهذا السكرتيرا، قالت لي لا جي. وهادي ملي سولاتو قال لها لا خص هاد الشيء ديري مواعيد، درت مواعيد مشيت عنده قال لي خصك تجي صايمه. المهم راني عاودت لكم الفيديو الاول، المهم الناس اللي ما شافوش الفيديو هو هذا، نعاود لكم من الاول. قال لي تجي صايمه، قلت لي علاش وانا لا ماشي هو، سمحوا لي والله. السكرتيره ملي قالها ديري معها مواعيد، درت معايا مواعيد وتقول لي صافي نهار الاثنين تجي صايمه واجي. قلت لها ولكن علاش غنجي صايمه، انا غنجي غير نهضر معاه. قالت لي لا، قالت لي علاه ديري فيبروسكوبي ولا لا لا فيبروسكوبي ما بقاش نديرو. قلت ليها وزيدون انا جايه غير نهضر. قالت لي لا واخا ما دير فيبروسكوبي غير جي صايمه، الا بغا يدير شي تحليله ولا تجي ساهله باش ما ترجعيش مره اخرى باش تستغلوا الوقت. قلت ليها واخا. المهم دات معايا الموعد حتى العشيه الربعة ونص ساعه العشيه، قلت ليها نجي في الصباح. المهم كان الا كنت نمشي في الصباح خصني بزاف، خصني نتسنى. ولكن انا ملي عطاني واحد الامل قال لي وجهي كثير درت فيبروسكوبي، قال لي شحال شاف الدوسي لقى كنظن 8 سنين هادي كنظن ولا 6 سنين بحال هكاك، قال لي لا تقدري تعاوديه. صافي مشيت قلت لكم معوله غادي نصور الاستجواب ديالي معاه باش تسمعوا الاسئله وهذا، وديك الساعه نترجمها لكم. هو بالطبع راه بالهولنديه كنهضروا. المهم نقول لكم اشنو كاين، وغادي المهم غتجي في شكل ماشي بحال، غنعاود لكم انا كل شيء من الاول، داكشي غيبقى مسجل عندي. بديت كنسجل من الباب من طلعه هاد الطرفين جالس، حيت هو بحال مستشفى صغير بحال عياده صغيره، المهم مستشفى ماشي عيادة تاع واحد، هما مجموعين كنظن شي 6 ولا 8 الأطباء في هذاك المكان، ماشي السبيطار ديالنا. المهم بوحدهم دايرين بريفي هاد المكان. بديت كنصور، طلعت فاش طلعت عنده هذا، ملي قلت ليه غادي نصور قال لي لا، قلت ليه ورا قلت لك انا غادي نصور، المتتبعين ديالي عندهم اسئلة وهذا. قال لي لا ما تصورش، في صافي صورت لبرا وهذا. قال لي لا حتى التصويره ما خصها تخرج من هنا ممنوعه، قال لي راه مكتوبه في الباب حتى التصويره لا ديال البيرسونيل لا ديال المكان ولا حتى حاجه ما خصهاش تخرج. صافي قلت ليه واخا، جبت الورقه كنت كاتبه فيها الاسئله، والله ما عقلت هنا يمكن خزناها. المهم قلت باش ما نطولش عليكم، قلت غادي ندير معكم هذا الفيديو. هي هادي صافي، بقيت كنسولو الاسئله جاوبني.
اه ما كنديروش بز هذا وهذا. سمحوا لي يا سي تيليفون، سمحوا لي خاصني نجيب واحد الكاس ديال الاتاي، داكشي علاش جاني التليفون. بصحتكم تنتوما. المهم كان خصنا شي كليسه ونشربوا اتاي كاملين، ماشي مشكل. الجو زوين، الجرده الجو زوين، قلت داكشي علاش قلت لهم نخرج هنايا نكمل الهضره. المهم الاسئله مهم جاتني، ماشي مهمه، اللي مهمين واحد جوج نقاط. واحد النقطه راني هضرت لكم عليها المره اللي فاتت، وهي قلت لي على السيلياكي واش خصو يبقى يدير التحليل، وعلى الفيبروسكوبي واش يعاودو. ثانيا المهم هادو هما الاسئله اللي هموني واللي دوروا لي راسي، هما هاد الجوج. وثانيا على قلت ليه على قبل هذاك الورقه اللي قلت لكم بحال شي باس خاص السيلياكي اللي مسافر لخارج الوطن. هكا الناس اللي في الخارج اللي بغاو يسافروا خاصهم واحد بحال باس. انا حيت كنمشي عند رجعوا الفيديوهات اللي باقي ما عارفش، كنمشي عند الطبيب كيعطيني ورقه عاديه مكتوب فيها راني عندي حساسيه السيلياك. وملي كنتصل بهذا ملي كنقطع التيكيت ديال الطياره، كنقطع التيكيت تاع الطياره كنقول لهم عندي حساسيه السيلياك وهذه وهذه، وكنبقى نتصل بالتليفونات كنجيب ورقه من عند الطبيب وصافي عاد كيوافقوا ليا. وعلى حسب شركه الطيران، كاين شركه الطيران اللي كتسمح لك ب 7 كيلو، كاين اللي 10 كيلو، كاين اللي تقول معليش المهم باليزه اللي تطلعي معاك، كاين شركه الطيران اللي كتقول لك واخا دفعيه. المهم ما عرفتش غنقول لكم، ما كاينش واحد القانون واحد، على حساب الشركه وعلى حسب الواحد كيفاش كيهضر. راه تقدر تكون شركه وحده والا ما هضرتيش معاهم وما هضرتيش على حقك ما يعطيوك والو. انا شي مره كان الانجليزي عندي ماشي هي هذيك، كنعطي لبناتي يتصلوا، وشي مره بنا كيحشموا وهذا ماشي بحال ما كيبردوش يا قلبي. كنقول لهم الا عاد كاين شي واحد كيهضر الهولنديه كنعيط انايا وكنهضر، كنقول لهم حقي هذا راني ماشي غادا انا بشي حاجه زايده، راه المواد في ديك البلاصه غاليين، ولا انا غادا ندوز فاكونس ما غاداش نقلب على المواد وهادي وهادي. وفي الاخير كيعطيوني، قلت لكم على حسب، كي اللي عطاني 7 كي اللي كيعطيني 10 كي اللي كيعطيني 12 كيلو كي اللي كيعطيني 12 كي اللي كيقول لي معليش مهم باليزه اللي تطلعيها معاك هاند باجاج زعما الحاجه اللي كتهز. المهم ما كاينش نقطه واحده، ما كاينش واحد القانون واحد. المهم انا قلت علاش هذاك الدوران كامل، حيت جاوني ظروف، ما نقولش مناسبات، ظروف خايبين الحمد لله. تا هما غادي نهضر لكم عليهم، لاني خصني هذيك في 24 ساعه في هذاك الوقت كنشوف اسرع طياره باش نمشي. ايوا الا جات هذاك الظروف الله يحفظ والله يستر في اخر لحظه كيفاش غديري؟ واش ما عندكش الراس باش تمشي تقلبي على الطياره على التيكيت، ولا تمشي لعند طبيب ديري معاه موعد باش تجيبي الورقه، ولا اشنو ديري؟ اذا فكره جاتني قلت علاش ما ناخذ يكونش عندنا واحد الباس بحال ديال لاكارت تاع المغرب، بحال بيرمي جديد، بحال حيت سيلياك طول الحياه. اذا علاش ما تكونش عندنا هذاك الباس ويكون عندك معروف، جاتك الله يحفظ شي مشيه على غفله فجاه يكون عندك حاضر. المهم قلتها ليه، قال لي لا. قلت ليه وشكون؟ قلت انا قلت الطبيب ديالي، قال لي شوفي مع شي واحد مختص. جيت عندك انت؟ قلت لي لا. قال لي ماشي انا مسؤول على هذا الشيء. قلت لي ولكن قول لي شكون اللي نقدر؟ قال لي عند الوزير، وزير الصحه او هاد البرلمانيين صافي، ولا الجمعيه ديال المرضى، الجمعيه ديال المرضى او وزير الصحه. المهم هذيك الساعه ما عنديش الوقت وهذا وهذا، كنظن وزير الصحه مازال ما اتصلتش. اتصلت بالجمعيه ديال المرضى من هذاك الوقت، قالوا لي غادي نجاوبك، هادشي هاد السؤال عمره ما تطرح علينا ولكن غادي نجاوبك، ولكن ما نقولوش لك امتى غنجاوبك، ولكن غادي تعطل شويه الوقت. باقي كنتسنى، باقي ما جانيش حتى شي جواب من هذاك الوقت، مازال غادي نتسنى واحد شويه وغادي نعاود ان شاء الله نتصل بهم
وغادي نشوف اشنو هو الجواب، اشنو غيقولوا ليا، واش قلبوا واش بحثوا في داكشي ولا لا. هذه نقطة الاولى، المهم جيت بها بلا والو، كنت حقو غيعطيني شي حاجه غادي، المهم غتكون الحاجه داكشي ساهل ساعلي للاسف. سمحوا لي. ثاني حاجه على قال لي واش ديري الفيبروسكوبي دابا، قال لي راكي صايمه، قلت ليه صايمه، قال لي ديري الفيبر، قلت ليه لا، قال لي وعلاش وشحال هادي، قلت ليه، قلت لي علاش غادي نديرو، السيليك معروف والسيليك ما كيمشيش وهذا، قال لي لا، شكون قالها لك؟ قلت لي كيفاش ما قالها لي، قلت ليه السيلياك كيبقى طول الحياه، او حساسيه الجلوتين واخا راهم كيتشابهوا فيهم شويه الفرق، ولكن انا راهم بحال بحال، كنقول راهم بحال بحال السيلياك وحساسيه الجلوتين. قال لي لا راه تقدر تمشي منك وهذا، قلت انا طول عمري ما عادي لك كان تشخيص ماشي هو هذاك ولا صافي، بقيت كنشوف فيه، قلت ليه لا ما غاديش نديرو. ثالث حاجه غنقولها لكم حكا تفكرت هي على الجلبه ديال دابا، وليت ملي كنقول الجلبه كيبقاو يسولوا فيا الناس واش قلتي الجلبه كورونا ولا الجلبه ديال هذيك الساعه، باقي ما كنهضروش على الجلبه واخا فاش مشيت في كورونا، ولكن انا الجلبه اللي كنهضر لكم عليها دائما، واخا درت فيديوهات على الجلبه ديال كورونا، الجلبه اللي كنهضر لكم عليها دائما واللي مهمه اكثر كتهمنا حنا السيلياكيين هي الجلبه ديال السيلياك. انا اللي خباري هولندا، هنايا فاش جيت من هولندا لبلجيكا، اول حاجه مشيت كيقالوا لي راك في اطار كيديروا بحث على الجلبه باش السيلياك يجلب، المهم يعود ياكل عادي. سولتهم شحال مره، كنت كنمشي لهذا الشيء للسبيطار، السبيطار ديال الحكومه حنا، المهم السبيطار ديال الحكومه، كيقولوا لي مازال، مشيت يعني بعد سنين قال لي داك البحث ما دار والو، جوج مرات كنظن البحث ما خرجش شي نتيجه مزيانه، دابا في اطار المره الثالثه. انا هو ملي قلتها لي قال لي لا ما كاين حتى جلبه، قلت ليه فراسي وهذا وهذا، قال لي انا بعدا ما فراسيش، قلت لي كيفاش انت اللي في هذا المجال، انت في هذا المجال وما فراسكش، بقيت كنتعجب وتقلقت وتعصبت. قال لي لا ما فراسيش، قال لي لا فراسكي شي حاجه صافي. هي فاش قلت لكم جيت من عنده، ماشي هي هذيك، اولا بغى يعاود ليا، بغى يبدل ليا الفكره بان السيلياك راه يقدر يحيد مني، واخا انا عارفه. المهم الجلبه الباس ما يمكنش، هذا هو الجواب اللي قال لي، وراني درت ديك الخطوه قلت لكم على قبل باش حمايه، بحال ماشي حمايه المستهلك ديال الحمايه، ماشي ما عرفتش كيفاش نقول لهم. المهم على المريض، واحد الجمعيه على المرضى هي هذيك اللي اتصلت بهم، وان شاء الله غادي نعاود نتصل بهم ونقول لكم الخبر اشنا هي. اذا هذا هو اللي عندي، الا جاتني شي معلومه جديده كونوا واثقين انها غتوصلكم وفي اسرع وقت ان شاء الله. كان هذا هو الجواب ديالي، وسمحوا لي اللي تعطلت عليهم هذا الجواب، بقاو كيسولوني يا اختي نعيمه عفا قولي لنا قولي لنا، هانا جاوبتكم داكشي اللي قال لي وكيفاش كان الموعد ديالي عنده، ماشي هو طبيب زعما عام ولا هو ديال الجهاز الهضمي، طبيب ديال هكا ديال السيلياك ديال الكبد المعده الامعاء ديال البواسير ديال الشرخ الشرجي بحال هكا، هذا كل شيء هو كيليق لي زعما بروفيسور. ولكن للاسف كنت كنتمنى نجيكم بخبار زوينه، خبار مفرحه ايجابيه، ولكن للاسف، ولكن ان شاء الله امل ديالنا في الله كبير. وكما قلت لكم راه اي معلومه وصلتني درتها خطوه غادي نخبركم بها. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون فدتكم بشي فائده. كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو، ديري طويله على القناه، راه فيها وصفات، فيها نصائح، فلوجات، فيها شحال من حاجه،
كنتمنى تعجبكم ان شاء الله، وخليتكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.